معكم في تغطية خاصة هوني من الحمامات، حاضرين في ثاني أيام ADCD Africa Data Centers and Cloud Days. جاب حدانا سي طارق بالحاج بالقاسم. أهلا وسهلا بك سي طارق، مرحبا. ميرسي عاش. تمثل إلكو سوليوشن، وإحنا نحكيو على الإكسبور بليك. كان معنا سي أمير بن قاسم، حكينا على الإكسبور نتاع لا بويسونس دو كالكول، على الإسباس دو ستوكاج في لي داتا سنتر في تونس، زاد على الكونسوماسيون دينيرجي فيرت في لي داتا سنتر. مناش نبعدو برشا، انت باش تحكي لنا على ليكسبور دو سوليوشن. اكزاكتومون، احنا مشينا في اون دوتر بروسبكتيف اللي هي بوركوا با نخلقوا لي سوليوشن في تونس. عندنا لي كاباسيتي، عندنا لي انجينيور، عندنا لي تكنيك نيسيسير و لي كونيسونس نيسيسير بور كريي دو سوليوشن تونيزيان و ليكسبورتي ا لترونجي. واللي باش احنا نمشيو نخدموا عندهم، نبعثوا لي انجينيور نتاعنا يخدموا لبرا، علاش ليه ما نوفروش لونفيرونمون و لي بوسيبيليتي بور لي انجينيور كاليفي توانسه باش يخدموا في تونس. يخدموا عندنا لي ريسورس، وي عندنا اللازم الكل. وي جو فوا، كي نشوفوا احنا النومبر نتاع لي انجينيور اللي قاعدين يخرجوا لبرا ويخدموا في دو كرون بواط، في دو كرون سوسيتي ا لترونجي، علاش ليه احنا ما نوفرولهمش الامكانيات في تونس؟ شنو لازم يتوفر جوستومون؟ شنو هي الامكانيات اللي لازم نوفروه؟ هو باش نكونوا واضحين، ما فماش استراتيجيه ديتا واضحه، دونك الانيشيتيف جايه من لي زون بارتيكولي، خلينا نقولوا بارتيكولي. هو ان انفيرونمون دو ترافاي يكون محترم، افيك لا بوسيبيليتي ديكسبورتي دو سوليسيون اترونجي. خاطر باش نكونوا واضحين، معناها خدمنا احنا كالكو سوليسيون، وانا كومونسي دو ترافاي في المارشي تونيزيان، لكن ديما باش يقعد المارشي تونيزيان سي مارشي دو فاليداسيون دي سوليسيون كي فا با جينيري بوكو دارجون ولا بوكو دو ريفوني لو سوسيتي باش نجم تكبر. دونك سوق صغيره. وي سوق صغيره، واللي با لا ما فهمش الاراده حتى عند لي اندستريال توانسه، ولا بون في الدومين داتا سنتر اوني با انكور تري ديفلوبي، ما عندناش بوكو دو داتا سنتر بور ديبلوي نو سوليسيون. اما حتى خلينا نقولوا، خاطر احنا اون ترافيس زاد في الدومين اندستريال، حتى في الدومين اندستريال مازلنا ما عندناش لا مونتاليتي بور افوار دي سوليسيون تري تكنولوجيك افونسي في لي اندستري نتاعنا. معناها فما اون ريزيستانس او شونجمون. وي فما اون ريزيستانس او شونجمون، وفما لا مونتاليتي زاد نتاع لي انفستيسور اللي ما يخموش في الديفلوبمون دو لا استراتيجي ولا دي لاكتيفيتي، يحب يجير لي كوتيديان. بون جو كومبرون، توا سيرتو فما برشا مشاكل، فما برشا ضغوطات اقتصاديه على الصناعيين التوانسه، دونك مع الكو انرجيتيك طالعه، مع دونك يجير لي كوتيديان، يحب يل سانفيستي جوست بور فير فونكسيوني المعمل نتاعو. ما فماش اون استراتيجي بور ميتر دو سوليسيون رونتابل ولا كي فون فير ان ريتور دو سور لانفستيسمون سور مويان او لون تير. دوكو انا اسايي في تونس باش ديبلوي لو سوليسيون هذي بوندون 4 او 5 اون اسايي دي كري ان مارشي. On a sollicité beaucoup des industriels twins, a des perspectives à l'industrie 4.0, comment développer l'activité, comment avoir calculé les KPI, les indicateurs de performance, باش نجم تحسن في l'activité نتاعك pour rendre plus efficace et plus performant l'usine نتاعك ou pour réduire même le coût. لكن sincèrement مع الكريز économique اللي عشناها البريود الاخرى، شفنا انهم il opte pour des solutions plus en termes de machines. Donc ils investissent اكثر في الهارد اكثر من السوفت. في الهارد اكثر من السوفت. ديما احنا نشوفوا حتى السوليسيون سوفتوير ماذا به، معناها الا با ما عندهمش ليفالياسيون ريال نتاع القيمه نتاع السوفتوير، حتى معناها باش نحكيوا على دي بري اي تو. مازلنا احنا ما عندناش المونتاليتي كيفاش نقيموا سوليسيون سوفتوير ونشوفوا بعد البرسبكتيف كيفاش نجم ترجع لنا الريتور سور انفستيسمون. دوكو بون خلينا نحكيو على المارشي ديكسبورتاسيون. دونك ولا ليكسبور هنا ضروره، معناها بالنسبه ضروره ميم الشركه تحب تطور الاكتيفيتي نتاعها، تنجمش تقعد كان تخدم على السوق التونسي. وي كما قلت لك ميم، راهو حتى كان نحكيو على السيتي اللي نجحت ومشرفتنا لبرا كيما انستاديب بداو، راهم عملوا دو بروجي افيك دو سيتي لوكال في تونس، حتى افيك دو بانك دي اسيرونس اي تو. وكانوا معناها حتى حكيت معاهم، كانوا ديسيسيون دي بروجي pour valider la solution, pour avoir des données et tout. On va une fois
السوسيتي تولي تاع لي ستارت اب تولي تعمل دي ريفيرونس و تو وقتها اون بيس بروجيتي فير لي مارشي اكسترن فور ليكسبورطاسيون دوكو نرجع للسؤال الاول نتاعك نشوف اللي عندنا بوكو دو سافوار فير عندنا بوكو دو ريسورس كاليفي دي انجينيور كاليفي اللي نجموا نخلقوا دي سوليسيون في واضح احنا نمشيو نخدموا عندهم البرا نوليو نبيعوا اون اكسبورت نو سوليسيون تكنيك وحتى كي باش نمشيو نخدموا نمشيو ك سوليوشن بروفايدر يعني نمشيو نبيعوا لو سوليسيون تاعنا غادي و اترافير لي ريفينيو باش نرجعوا نعاودوا نفيستي في تونس باش نكبروا وافور معناها نحسنوا في السوليسيون تاعنا و نسدريس دوتر مارشي معناها ما نقعدوش زاد ليميتي بالمارشي فرونسي ولا مارشي اوروبيا احنا كايلكو سوليسيون تاعو بدينا بالمارشي المون والمارشي فرونسي اكتويلمون عندنا ان بارتنير في امريكا ديما تقعد فما ديفيكولتي سور لي فولي ليجيستاتيف اي تو مي اون اسي دو تروفي دي سوليسيون افيك دي بارتنير حتى في لي بيي لا مومش اكسيسيبل بالنسبه لنا احنا وبوركوا با تو اترافير الاديسيا نشوفوا انه لافريك سي لافينير سورتو في الدومين تاع ديجيتاليزاسيون سي تا مارشي فيرج دوكو لازم ناخذ بلاصتنا على بكري دونك لازم فما دي كونيكسيون لازمها تصير دي كونتاكت لازم اون سورغانيز احنا كتوانسه خاطر لونيون في لا فورس دونك لازم نمشيو انصومبل افيك بليزيور سوليوشن بروفايدر باش نعطيو دي سوليوشن كومبليت ونحاولوا ندرسيو المارشي افريكان وبوركوا زاد لي بيي دغولف توا سورتو مع دي بروجي اللي قاعدين يصيروا في لي بيي دغولف لازم ناخذ بلاصتنا خاطر تكنيكمون اوني كابابل خاطر حتى لي سوسيتي لي غران سوسيتي انترناسيونال اللي قاعدين يعطيو في لي سوليوشن راهم نمشيو نشوفو معناها نلقاو برشا توانسه غادي برشا عرب قاعدين يخدموا فيهم دونك لازمنا نخمو في ليكو سيستيم مونديال دي نوتر فاسون ما نكونوا احنا ديزاكسيونور دي فريز اكسيونير في المارشي وكما قلت لك عندنا لا كاباسيتي تكنيك موجوده جوست الفو افوار دي انفستيسمون و اون استراتيجي حتى كان ما كانتش اون استراتيجي تاع نجم تكون اون استراتيجي دو انديفيدو كي سي ريوني سور ان بروجي طارق بالنسبه بوتيتر فما شركات ناشئه اللي تخمم كيما انت تخمم توا كونه تبدا من السوق التونسيه يفاليد لو برودوي يعملوا دي ريفيرونس باش يوصلوا للسوق ما اكبر واسواق ما اكبر اليوم فماش حدود بقدر ما الوضع قاعد يتغير مي ديما فما فرص في كل انحاء العالم شنو تنصحهم مثلا لي ستارت ابور اللي يمكن مازالوا يما في بدايه الطريق والا في كلك فيراج اللي ينجموا يبعدوهم شويه على الثنيه الصحيحه اول حاجه برمي الحاجات اللي بهينا عندنا في تونس اللي هي ستارت اب اكت سي معناها الستارت اب اكت سي ان اوكازيون باهيه برشا عطيتها ليتا ولا المينيستر التكنولوجي للستارت ابور توانسه باش يدخلوا في ان كادر جيريديك يعطيهم بوكو ديزافونتاج كوتي فيسكال كوتي زاد اوفرتور المارشي ديال المارشي انترناسيونال دوكو اول ايتاب اي ستارت ابور لازم يخمم فيها باش يعمل لابيل ستارت اب اكت اللي باش تحلوا برشا بي بي اون فوا الى يو سي لابيل لا il doit travailler comme je disais au premier lieu sur le marché tunisien ou بعد il faut toujours معناها se concentrer ou choisir une niche d'activité on a juste tout le temps وقت donc لازم on se concentre على نختاروا le point fort تاعنا اللي نجمو نخدموا عليه مثلا مثلا احنا في الكو سوليوشن on a beaucoup de paliers نخدموا عليهم لكن بعد ما جربنا برشا خدمنا في الاندستري خدمنا مازال نخدموا راه اوني اوفير تو مي اون تروفي مثال بار كونت انه لي داتا سنتر سي اون نيش اون نيش دو داكتيفيتي اللي طلع اون اكسبلوزيون في العالم الكل معناها قاعدين يطلعوا كل شامبينيون لي داتا سنتر دونك وفي لي داتا سنتر فما اون بارتي كي توش احنا الاكتيفيتي نتاعنا قبل دونك لازمك تعمل بنش ماركينغ للمارشي تشوف انت تكنيكمون شنو هي البوان فورت نتاعك وكومون ادابتي لو بوان فورت هادي باش تزيد ادد فاليو للكليون فينال دونك لازم ديما ان ستارت اوبر يخمم شنو الادد فاليو نتاعو ويكون هو فور في البوان هذيك دونك سي با ايفيدون راه باش تلقى النيش هذي فاسيلمون دونك لازمك تجرب ولازمك تعمل اتيود مارشي نجم وراه حتى من الاول تخدموا دي بروجي بلا فلوس
ما نقولش بالفلوس، اما دي بروجي نون رونتابل اللي انا مانيش رابح فيهم، مانيش رابح فيهم اكزاكتومون، باش نخدم على المدى البعيد اكزاكتومون، باش نعمل دي كونتاكت، باش ناخذ ريتور ديكسبيريونس اي تو. اي اون فوا جي ريوسي ا افوار مون بريمي كليون ا ليترونجي، جو دو انا ريوسير لو بروجي هذاك. و واكثريه طبعا احنا بور تو سكي ماركتينغ، تو سكي ايفينمون اي تو، لكن سانسيرمون اكثر حاجه تجيب للكليونت وتجيب للمارشي هو الكونتاكت بوشه وغاي. دونك اون فوا اون اسيغي شي ان كليون، جو فوز اسيغ الكليون هذاك راهو باش يجيب الكليونات اخرين ولا باش تكمل الكونتينيتي اكتيفيتي معاه. دونك اون دو اتر سيريوز، اون دو اتر بونكتويل، اون دو ليفري او طون اي افيك لا بون كاليتي. تصور الكلام اللي تقول فيه لي ستارت ابور عايشينه، لانه مش ديما تبدا فما رونتابيليتي في 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 الخدمه نتاعهم، وساعات تطويل برشا الثنيه، لكن ديما راهو في الاخر كي تغزر على المدى البعيد وتحاول ديما معناها تربح دي كونتاكت، تربح دي ريفيرونس، و معناها تحاول ديما تبيع لو برودوي مش على امل تربح توا، مي على امل كونك بتبيع. زاد يلزمك تقعد اون في اون ستارت اب، يلزمها تعيش باش تنجم توصل للمرحله نتاع لا رونتابيليتي. دونك اللي تقول فيه نتصور سي لو سيكل دو في اللي تعرفوا اي ستارت اب. وي سي لو سيكل دو في. فما دو سوليسيون، سوا تبدا عنده اون سوليسيون، عنده برودوي مامن به وينجم يقنع به عباد باش يجيب ديزانفستيسور، يعمل دي فيت فون، ياخو اون بوف اكسجين باش تخليه بعد ينجم يكمل وينجم يكريتي وينجم يكبر في الاكتيفيتي. واللي على سوليسيون الاخرى اللي احنا كالكو سوليسيون اخترناها ولا تمشي اللي مشينا فيه، هو ديما بالاول تبدا افيك اون اكتيفيتي دو سيرفيس. دونك باش نجم تعيش، باش نجم تفينونسي ستارت اب نتاعك، دونك لازمك تعمل سيرفيس. دونك الوي دي ريسورس، فير دو كونسلتينغ، فير ديفلوبمون بور دي كليون ديريكتومون، دي كليون فينو، او ميم طون تعمل انفستيسمون نتاع لي ريفينيو نتاعك في البرودوي، خاطر لا فيناليتي سي دو البيوت هو دو فوندر ان برودوي سكيلبل، اللي هو تنجم دوبليكيه عند برشا كليونات افيك دي ليسونس و نابورت كيل فورم معناها دو فونت، اللي هو باش يخليك بعد تجينير بوكو دو ريفينيو وباش يخليك تنفستي وتكبر ستارت اب نتاعك. سينو اوترومون كان ما تبيعش من نهار الاول باش مش تعيش. دونك لازمك يا اما تخمم في ان ليفي دو فون ولا تخمم في ان سيرفيس اللي باش يخليك تخليك تعايش السوسيتي نتاعك. شكرا لك طارق بالحاج بالقاسم. دونك الكو سوليوشن شكل من اشكال التصدير في اطار يا اما لي داتا سنترز والا لي سوليوشن اللي نجموا لي كري في تونس نخلقوهم ب لي ريسورس اللي موجودين، الموارد البشريه، وخاصه كما قال طارق حد ادنى من الظروف المهيئه للعمل في شركاتنا في تونس. شكرا لك طارق. دونك كلمه تفضل. جست كلمه، احنا رانا برسم يعني توا تونسي، قريت في تونس ومشيت خدمت لبرا وشفت شفت المارشي الاوروبيان وشفت العيشه لبرا والكل. بيرسونالمون ماذا بيا التونسي يقعدوا في تونس، ماذا بيا نوفروا لهم المناخ الملائم، نوفروا لهم الامكانيات، راهو مش كان فلوس، راهو حتى نحكيو دو كاليتي دو في كاليتي دو في، وحتى في الخدمه امكانيات تكنولوجيه باش نجموا يخدموا، باش نجموا يقعدوا هنا. دونك ماذا بينا نوفروا تكون كيما الكو سوليسيون ولا غيرها من ستارت اب، يكونوا مئات والاف في تونس، ينجم يكون استراتيجي ديتا، ينجم يكون بزنس موديل كامل يعوض قطاعات اخرى في تونس، اللي باش يخلي التوانسه يقعدوا هنا ونعطيهم لا بوسيبيليتي باش يعيشوا كاليتي باهيه في تونس. شكرا لك طارق بالحاج بالقاسم. الكو سوليوشن مواصلين معكم في تغطيه خاصه من افريكا داتا سنترز اند كلاود دايز.